يسعدني أن أحضر معكم فعاليات هذا المؤتمر الدولي، وبالمناسبة أقول إن الجزائر وإدراك منها بالنمو المتسارع للجريمة المنظمة وانتشارها في العالم وتهديدها لأمن واستقرار الدول والشعوب كانت سباقة للمصادقة على هذه الاتفاقية في عام 2002، كما صادقت على كل البروتوكولات الثلاثة المكملة لها. عملت الجزائر في هذا الإطار على تحسين القدرات الوطنية وتعزيز أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة، مع تكييف المنظومة القانونية بشكل يجمع بين المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية.